ننتقل إلى خبر آخر في هذه الجولة. الحكومة تشرع في تشكيل قوى مشتركة لمواجهة تهديدات بوكو حرام. شرعت الجهات المختصة في إنفاذ قرار الحكومة بتشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع والأمن لمواجهة التحديات المحتملة على الحدود الغربية التي تشكلها عناصر بوكو حرام. وأثنى رئيس حزب الدعم الوطني اللواء معاش محمد الحسن خالد في تصريح لوكالة السودان للأنباء أثنى على اتفاق الحكومة على تشكيل هذه القوة لتنفيذ حملة على الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا لمواجهة مخاطر بوكو حرام. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدعم السريع في حماية الحدود وحراستها، فضلا عن الدور البارز الذي تقوم به في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والمخدرات. وكان الحاج وراق قد دعا إلى إنشاء قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لمواجهة الإرهاب المحتمل، مبينا أن عناصر من بوكو حرام زعم بأنها تسللت للسودان. يعني هذا الخبر شغل الوسائط في اليومين الماضيين، الآن تكوين هذه القوة المشتركة، ولماذا لم يشرع السودان في تنفيذ فكرة القوات المشتركة التي نفذها مع تشاد حتى تكون مع إفريقيا الوسطى ومع ليبيا؟ يعني نعلم التوترات، لكن هذا الأمر حساس بشكل كبير. أنا يعني على ما أعتقد نفذت الفكرة مع ليبيا ومع إفريقيا الوسطى، لكن في ليبيا شاب بعض الإشكالات كان بعد الاقتتال بتاع ليبيا انتقل، لكن نحن ندعو إلى أن القوات المشتركة دي لأنها بتمنع التسلل، لكن التسلل يعني حتى في أوروبا المنظمة بيحدث عادي بين الدول. ففي السودان مهما ده غير أنه تركيبة السكان واحدة، يعني ما بتقدر القبائل المشتركة أي قبائل مشتركة والتركيبة والنوع واحد. طيب ما هي يعني أكبر مهددات بوكو حرام للسودان؟ هي بوكو حرام واحدة من الـ من الـ من الجماعات الإرهابية اللي بتعمل، يعني حتى نحن ما مهددنا بوكو حرام بس، بوكو حرام وداعش وغيره كثير من الأفكار، لأنه الجو الاحتقاني بتاع أي شخص داير ياخذ حقه الآن وفي درجته القصوى دي كلها بتولد احتقانات مختلفة وبتخلق بيئة خصبة للانفلاتات والإزاعات. أستاذ الحاج كان في محاضرته القدمة في شايف أشاروا له في الخبر القدمة في جريدة التيار، كان يعني دعا إلى تكوين جهاز عديل، جهاز يعني ما قوة مشتركة تعمل لفترة، جهاز معني بمكافحة الإرهاب، ودي تقريبا الآن هو المهدد الكبير لدولنا يعني واستقراره وكذا وكذا. وطلب أنه الناس أيضا يتنازلوا إلى حتة يتلاقوا فيها، لأنه بيفتكر أنه أي شخص عايز حاجته من يعني مطلب يكون رقم واحد مطلبه كله، دي بتسبب يعني احتكاكات وبتقودنا لإشكالات. لكن أنا يعني بفتكر أنه ده خطر حقيقي يعني، وانت ما بتقدر بإمكاناتك العادية ده. ودي دعوة للاتحاد الأوروبي، لأنه ده الإرهاب ظل يدفع فاتورة مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية لسنين طويلة لا أخذ جوائز، ولا جوائز مادية، ولا أخذ جوائز معنوية، لأنه في بلجيكا محاصر يعني. نعم في مظل محاصر، وحتى في مجلس حقوق الإنسان قبل سنة أو سنتين خدتونا تحت الملاحظة أو أشاروا لأنه السودان ما من الناس المتعاونين شديد، مع إنه هو من أكبر الدول المتعاونة. طيب فيما يخص حفظ الحدود بالنسبة للسودان، لأنه دولة معبر لكثير جدا من الدول الجارة، وكمان مهددات خارجية غير الجماعات الإرهابية، الهجرة غير شرعية والتجار بالبشر أو التجارة عموما الغير شرعية، اتكلم عن أهمية وجود هذه القوات المشتركة بالنسبة لحفظ الحدود السودانية، إلى أي مدى ممكن تساعد مساعدة حقيقية قبل أن تكون هناك قوة مشتركة أو قوة حقيقية مهمتها الرئيسية هي حماية الحدود؟ أنا أفتكر أنها هي يعني قوة ممكن تساعد كبير جدا جدا، لأنه القوات دي هي اختيرت من القوات اللي عندها اصلا خبرات في مكافحه البشر ايضا مكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر، ايضا موضوع متعلق بالحدود، وفيها ايضا قوات كانت اشتغلت كثير في حرس الحدود، وفيها قوات اشتغلت في التهريب التجاري بين الدول دي. انا بفتكر انها هي فكره كويسه، ويجب ان تتطور حتى مع الدول الجوار، افريقيا الوسطى واثيوبيا وكينيا واريتريا و ليبيا و... نعم. وتشاد.